في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ما مفهوم الوسطية في الإسلام؟ أي عدولا خيارا، لأن الله سيتخذهم شهداء على الأمم يوم القيامة، والشاهد تشترط فيه العدالة وهي العدول الخيار، فهذه الأمة عدول خيار مؤهلون للشهادة على الأمم يوم القيامة أن رسلها قد بلغتها، ويكون الرسول عليكم شهيدا، محمد صلى الله عليه وسلم يزكي هذه الأمة ويشهد لها بالصدق. نعم.